أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير مع هذه الأجواء الوطنية الجميلة. أسبوع حافل بأعياد البحرين تنتظرنا الكثير من المهرجانات والفعاليات اللي بإذن الله بتكون كلها جميلة في مثل جمال البحرين. أول شيء صباح الخير. أنا ما أدري إذا إحنا فعلًا نبين إحنا فعلًا منتقمين ولا أنت؟ إحنا منتقمين. أنت شو السالفة؟ اليوم على أخضر. أي. أخضر شتوي. فعلًا. إحنا نحب الأناقة، الأناقة الروحية. أناك أنت أنيقة. الأناقة الصباحية. صح. والضحكة الصباحية مشاهدينا، وصباحكم سعادة ممزوجة بحب الوطن. وما في أحلى من شهر ديسمبر، هذا الشهر اللي تتزين في مناطقنا وشوارعنا وجميع يعني الفعاليات اللي تكون موجودة عبد الله. حتى برايحنا، أنا أحب دائما أقول كلمة برايحنا. برايحنا نعم صحيح مشاهدينا، اللي دائما تنعكس علينا وتكون مليئة بالبهجة والسرور ومليئة بفرحة أعياد مملكتنا الحبيبة. ودائما عبد الله مو بس الشهر يكون متزين، ترى إحنا بعد نكون متزينين. فعلا، ونكون دائما أحس يمكن لأن الشتاء كذي له صورة مميزة، له طابع خاص. خصوصا لان لما احنا فايبسنا غير. صح، وعيال الوطن. صحيح. دائما لما يكون لما تكون العيال الوطنيه حاضره احس كل شيء يصير حلو. ما اعرف، هل هي اكيد ديرتنا حلوه واكيد احنا قاعدين نشوف كل شيء حلو لان فعلا ديرتنا حلوه. صحيح. بس بعد الطاقه الموجوده احس كل شيء يصير حلو، خصوصا لان اعيادنا الوطنيه. شو رايك في الطاقه الصباحيه؟ يعني مع اعياد الوطن ولا بدون اعياد الوطن؟ مع عياد الوطن دائما تكون حلوه. يعني مهما بقول من كلام احس ما بيكفيني اني اقول ايش كثر انا سعيد، ايش كثر انا فخور، ايش كثر قاعد احس بالطاقه الوطنيه، بالروح الوطنيه، خصوصا في هذه الايام الجميله. كفيت وفيت يا عبد الله، ما خليت شيء كالعاده. يعني احس دائما مهما اقول وصلت مشاعرنا، وصلت يعني حتى والله. مشاعر المشاهدين، مشاهدينا دائما ينتظروننا. احنا شويه يعني قبل شوي تاخرنا وقالوا لنا وينكم تاخرتوا علينا. صح، هذا في ناس تستمد الطاقه منا، واحنا جدا سعيدين بهذه الروح، ممتنين بهذه الطاقه. نعم. نعم مشاهدينا، خلونا نتابع مختصر الحاله الجويه وراجعين. لصحافتنا دور في تنمية الروح الوطنية والشعور بالانتماء من خلال الكلمة الصادقة والرأي والرأي الآخر. طبعا مشاهدينا، وفي فقرة منشيت راح نسلط الضوء على الكوادر الوطنية من الصحفيين اللي أدوا واجبهم بكل جدارة واقتدار في هذا المجال. صحيح، للصحافة البحرينية مشاهدينا رافد أساسي من روافد التنمية. وبما أن احنا قاعدين نعيش في أجواء مملكتنا الغالية أعيادها الوطنية، فقرة مانشيت اليوم ما بتكون بعيدة عن موضوع الأعياد الوطنية. خلينا نتابع معاكم مانشيت مع زميلتنا سكينة الطواش. صباح الخير. في مانشيت لهذا الأسبوع وتزامناً مع أعياد البحرين، بنكون على موعد مع تجربة صحفية من صحافتنا الوطنية، بنتعرف فيها على دور الكلمة وتأثيرها. وضيف حلقة اليوم الصحفي راشد الغايب. لو نتكلم عن تجربة راشد الغايب في الصحافة، شلون كانت البداية؟ البداية كانت عبارة عن مشاغبات في المرحلة الابتدائية. يمكن البذرة التأسيسية هي مجلة ماجد. كنت مراسل للمجلة في البحرين، وحتى عندي البطاقة، بطاقة المندوب للمجلة. ثم تطورت هذه الهواية في المدرسة بالمشاركة في زمان المجلات الحائطية، وتطورت أيضا بإصدار نشرات مطبوعة. بدأت بالمشاغبات لأن في المرحلة الإعدادية كان متاح لنا كطلبة أن إحنا فيما بيننا نصدر هذه النشرات. فكنت يعني مع مجموعة من زملائي أصدر نشرة سميناها نشرة الطالب المتملل. كانت نشرة ساخرة
من اسمها يعني. ولما قرر مدير المدرسة وقف هذه النشرة بعد العدد الرابع، أصدرت نشرة ثانية سميتها المختلف. فقال لي أنا وقفتك في الأولى، حين شلون؟ قلت لي أنت وقفت الاسم، طلعت باسم ثاني يعني. فهاي كانت يمكن البداية التأسيسية، خلنا نسميها البداية الأخرى. لما رحت المرحلة الثانوية بتشجيع من الوالدين ومن الأصدقاء، بدأت أكتب في صفحة أسبوعية اسمها ملتقى الشباب الثقافي. هذه الصفحة كان فيها مجموعة من الشباب، هم الأقلام الموهوبة خلنا أسميهم، اللي اليوم موجودين متفرقين في ميادين مختلفة في مواقع العمل. بعد هذه التجربة خلاص أنت توصل إلى مرحلة تحس أن هذه هي السكة اللي أنت لازم تمشي عليها، وبفضل من الله يعني واصلت في هذا المجال. أكيد لصحيفة الأيام دور في مسيرة راشد المهنية، فشلون كانت بداية أو شلون اختارت صحيفة الأيام راشد الغايب ليكون ضمن طاقمها الصحفي؟ البداية ما كنت أن أنا درست الإعلام، أنا درست الهندسة، هندسة كيميائية. كنت محتار بين الهندسة والإعلام والقانون. هذا النقاش الدوري اللي يكون في البيوت، أن شنو مستقبل حياتك يكون. كنت أنا محتار يعني، ميالي للهندسة وفيني شغف الإعلام وفيني روح القانون، فأختار شنو يعني. الوالدين كانت عندهم وجهة نظر أن الإعلام ممكن تمارسه كهواية، والهندسة بالدراسة ممكن أنه يسقل. بالفعل دخلت الهندسة، لكن بعد الفصل الأول اكتشفت أنه مو هذا المكان اللي أنا لازم أواصل فيه قبل لا تمضي السنوات. فسويت يوتيرن ورحت إلى دراسة الإعلام. وأنا أدرس الإعلام هني قدمت إلى صحيفة الأيام، وافقوا مشكورين يعني أن أنا أكون في أسرة الأيام. في سنة 2002 انضميت إلى الأيام. بعد تجربة لسنوات في الأيام انتقلت لصحيفة البلاد، وخلنا نقول أن انتقالك لصحيفة البلاد أعطاك تجربة مختلفة بعد بيتك الصحفي الأول، كلمنا عن هذه النقطة. يعني في فترة من الفترات هي فترة بعد 2002 إلى قبل الانتقال إلى البلاد، كانت في مجموعة من الصحف الموجودة، وهذه الصحف استقطبت يعني أقلام شابة عديدة في هذه الفترة. وفي هذه الفترة أيضا شهدنا الترحال بين الصحف. أنا كانت وجهة نظري أن أنا أستقر في بيتي الأول وأطور من يعني مهاراتي وأتخرج من الجامعة، لأن أنا لما اشتغلت في الأيام كنت ما زلت أدرس الإعلام يعني. بعد ما أنجزت المهمة الأكاديمية وجدت أن الفرصة الأنسب الآن اختيار الفرصة الأفضل، فكانت البلاد هي الفرصة الأفضل من بين الفرص الأخرى من الصحف الزميلة. وأنا اليوم لما أقيم هذه التجربة، أقيم هذه الفرصة، أشوف أنها كانت الخيار الاستراتيجي مناسب يعني. تكلمت في البداية وبالتحديد مرحلة الطفولة عن المشاكسة، وبما أنك كنت طالب مشاكس أنت أيضا صحفي مشاكس، خبرنا عن هذه الصفة، شلون أثرت على يعني خلينا نقول نوعية الأعمال اللي تقدمها في مجال الصحافة؟ يعني كثيرين يقولون بعد الزواج هدأت أنا يعني عن مشاغباتي وتم ترويضي يعني. أنا أظن أن هذه البصمة لا زالت موجودة، ولكن مروضة حاليا. مروضة لأن سنوات الخبرة تعطيك فرصة أن أنت تعيد مراجعة بعض الأمور، أشياء صحيحة أنا سويتها وأشياء خاطئة بسبب المشاغبة هذه اللي أنا كنت فيها يعني. كلفتني أن عرفت ناس وايد من إيجابياتها، ومن سلبياتها أن أنا رحت في فترة من الفترات حياتي إلى النيابة العامة بسبب الشكاوى اللي تصير على الموضوعات اللي أنشرها. الحمد لله أن أغلبها كانت كسبتها، ولكن أقل القليل منها خسرتها، ولكن هذه أكسبتني أيضا تجربة. اليوم لما أقعد مع زملائي وناقش أشياء على الطاولة
خلتني أعرف وين الحدود اللي ممكن إحنا نتحرك فيها. فنقلت هذه التجربة، هذه المشاغبة الإيجابية إلى زملائي، بحيث إن إحنا نعرف حدودنا في اللعب الصحفي على الورق. تكلمنا عن المشاغبة والمشاكسة، هل هذه المشاغبة كلفتك الكثير من فرص العمل أو الفرص خارج المجال الصحفي في القطاع الحكومي مثلاً؟ البعض دائماً يعتبر موقع العمل الصحفي هو جسر عبور إلى الوظيفة الحكومية ممكن، فلها السبب يكون في أثناء عمله في الصحافة هو أشبه بقلم بالإنابة إلى هذه الجهة. أنا من يومي الأول في العمل الصحفي قلت قدري أن أنا بستمر أن أكون صحفي، بالتالي أنا ما بكون قلم يعني مستأجر أو أن قلم مطيع لجهة معينة أرضي هذه الجهة على أساس بكرة لو قدمت على وظيفة فيها أن أنا أكون يعني مرشح أول للظفر بالوظيفة. لهالسبب ما أعتقد أن كلفتني وظيفة، لأن هي وظيفتي الرئيسية أن أنا أكون صحفي من يومي الأول. ولا زلت كثير من زملائي سواء في التجربة الأولى ولا التجربة الثانية في أثناء وجودهم على في وجودهم في صالة التحرير يقدمون على فرص عمل وظيفية، فدائما أتندر عليهم وأقول لهم قدركم ترى بتظلون صحفيين ياي في في الصالة. يعني هذه ما كانت يعني دعوة بالشر ليهم، لكن قصدي فيها أن ترى وجودك كصحفي هذا شيء وايد زين، يعني هذا هو مصدر قوة إليك، يعني تكمن قوة الصحفي في حضوره، في وجوده، في ثقافته، في دوره. كثير من الصحفيين اللي غادروا مهنة الصحافة وراحوا إلى وظائف عامة أو خاصة يحنون إلى الوظيفة الصحفية. بما أن البحرين تعيش أعيادها الوطنية، خبرنا عن دور الصحافة والكلمة في توجيه الرأي العام وإرسال الرسائل الوطنية. الكلمة هي أحد أعمدة المسيرة هذه الديمقراطية اللي احنا فيها. لولا هذا المناخ والسقوف المرتفعة والأبواب المفتوحة ما كنا نقدر نزاول إلى اليوم يعني مهنتنا بهذا الشكل. أنا أظن أن هذه المناسبة هي وقفة أن احنا نجدد فيها التأكيد على أن احنا ناس محظوظين بقانون مستنير حالي أو ياي بظروف تسمح لنا أن نزاول مهنتنا مقارنة بالآخرين مقيدين أو ما يستطيعون أن يقولون الصحافة بتعبيرها ومفهومها الصحيح. ففي هذا اليوم يعني أجدد بس التأكيد على هذه النقطة أن إحنا محظوظين بهذه الفرصة اللي لا زالت مستمرة الأجيال. والدليل على ذلك أختي سكينة أن لا زالوا في أفواج من الخريجين في الجامعات إلى تخصص الإعلام، هذا بروحه مؤشر على أن تخصص الإعلام لا زال بيئة جاذبة للوظيفة، يعني من وظائف المستقبل كان إذاعة، تلفزيون، صحافة، واليوم انتقلنا إلى المحتوى الرقمي الجديد. فأظن أن هذه الظروف كلها تتيح لنا أن نقول أن الأمور مبشرة بالخير. يعني باخذ من كلمة راشد دائما الخير قادم ودائما الأمور تبشر بالخير خصوصا في الصحافة. نعم. احنا فخورين بكل صحفيين، فخورين بصحافتنا الوطنية في مملكة البحرين أكيد. نعم، فخورين أيضا بزميلتنا أن هي تركز على هذه الطاقات الوطنية. صح. أنا كل أسبوع أقول نفس الكلام لأن فعلا في طاقات صحفية وطنية. صح. تعمل بكل جد واجتهاد، فكل التحية لها وكل التحية لكل العاملين في هذا المجال. نعم، يعطيهم ألف عافية. وأكيد إحنا بدورنا في شمس البحرين أن إحنا نسلط الضوء على هذه الإبداعات، على هذه الطاقات الشبابية في مختلف مجالاتها. نعم بكل تأكيد عبد الله. ومشاهدينا مثل ما نعرف أهمية الحياة وكلنا ندرك أن الثواني مهمة في حياة أي إنسان، وعشان كذي صار لزوم علينا نتعرف ونتعلم على كيفية الإسعافات الأولية وشون استخداماتها وأهمية وجودها عندنا في حياتنا سواء في البيت أو حتى في المحيط العملي. خلونا نتابع هذا التقرير وراجعين. Thank you.
مشاهدينا، من بعد ما شفنا هذا التقرير وأهمية وجود الإسعافات الأولية في بيوتنا، عبد الله شو رأيك؟ أعتقد يعني ضروري يكون عندنا إسعافات كاملة متكاملة وتكون في كل بيت، بس الأهم من ذي كله أن احنا نتعلم الإسعافات الأولية. ولذلك احنا اليوم يسعدنا أن نستضيف المسعفة ياسمين مفيد، مدير العلاقات العامة والتسويق بفريق أكاديمية المسعفين، والمسعف جاسم سيف مدير اللجنة الإعلامية للفريق. صبحكم الله بالخير ويا اهلا ويا مرحبا فيكم، ونورتونا اليوم. نور السرور. صباح النور والسرور. نعم، طبعا ياسمين، في البداية نبي نتكلم عن تأسيس الفريق، يعني ما شاء الله عندكم فريق قوي كامل متكامل، فخلنا نتكلم عنه أكثر. طبعا فريق أكاديمية المسعفين هو فريق تأسس في عام 2015. ابتدينا الفريق كنا 4 أشخاص، كنت أنا مع أخوي جاسم سيف، جمال سالم العزيز، وعبد الله القصير. فاحنا كنا المجموعه الاربعه، ابتدينا في 2015، ابتدينا نسوي برامج مختلفه حق الاسعافات الاوليه عندنا هنا في المملكه. ومن بعدها انطلقنا في 2016، صار عندنا 17 عضو، وابتدينا نتوسع ازياد نسوي برامج اكثر. في 2017 صار عندنا 80 عضو، في 2018 صار عندنا 120 عضو. في 2019 مع دخول جائحة كورونا وقفنا استقبال الأعضاء، وابتدينا نركز على التدريبات والإسعافات الأولية سواء الأونلاين أو حتى إن احنا نتطوع في المراكز والمستشفيات ومراكز الكورونا موجودة عندنا هنا في المملكة. وصار عددنا في 2022 أبشركم، صار عددنا 180 عضو ما شاء الله. معانا أيضا 12 مدرب ومدربة، 4 دكاترة، 3 ممرضين، كلهم مستعدين انهم يقومون بعمل اسعافات اوليه، تدريبات سواء انقاذ وغيرها عندنا هنا في المملكه. يعني فريق ما شاء الله تبارك الرحمن كامل متكامل بكل اعضائه الموجودين. جاسم، يعني اول شيء صباح الخير مره ثانيه. صباح الخير. لو بنتكلم اليوم عن اهدافكم كفريق، كفريق اكاديميه المسعفين، شنو الاهداف اللي تطمحون لها وتبون توصلون لها؟ احنا هدفنا واضح وبسيط، احنا نهدف ان نخلي كل بيت بحريني فيه مسعف. اذا ما كان مسعف على الاقل يعرف دور الاسعافات الاوليه، يكون عنده ثقافه الاسعافات الاوليه، يدرك باهميه هاي الاسعافات الاوليه. احنا ندري احنا في كل حاله، مثلا طلعت بحر وطلعت خلينا نقول كره قدم، وهذه في تحدث اصابات. هالاصابات ساعات تكون في بعضهم خطيره، وفي اشياء بسيطه مثلا في المطعم، كان مثلا اختناق هالسوالف. اذا كان واحد عنده هالثقافه، كان عنده ثقافه الاسعافات الاوليه، يقدر يسعف الشخص قبل ما يوصل للاسعاف. احنا هاي هدفنا، بس ان اسعاف المصاب لحين وصول سياره الاسعاف فقط. يعني ياسمين، نعرف ان انتم عندكم مبادره بادر للمشاريع الشبابيه، وهذه كانت بالتعاون او اطلقتها وزاره الشباب والرياضه، وانتم كنتم مشاركين فيها، فنبي نتكلم عن تفاصيلها اكثر. طبعا مبادره بادر للمشاريع الشبابيه حين صارت سنتها الثانيه، احنا كنا في السنه الاولى وما زلنا في السنه الاولى. طبعا مبادره بادر هي لدعم المشاريع الشبابيه التطوعيه المستمره اللي فيها استمراريه. في لجنه تحكيم تقيم المشاريع، بعدين يسوون لنا عمليه احتضان. عمليه الاحتضان تقوم على كذا شيء، احتضان حق الامور اللوجستيكيه، حق الامور الخدماتيه، حق ايضا الامور الدعم المالي الجزئي حق المبادرات، انهم يكونون مستمرين يساعدوننا في الاستمراريه بعد ما يقيمون مبادراتنا ويختارون المبادرات الافضل. في السنه اللي احنا دخلنا فيها في 2021، احنا دخلنا في 2021 وما زلنا الى الان، مده احتضاننا عام كامل. والحين العام بينتهي ان شاء الله، في نهايه شهر ديسمبر بينتهي هاي العام. ف يقيمون مثلا مشروع ياسمين يحتاج سنة، مشروع مثلا دلال يحتاج 3 شهور،
كل مشروع يقيمونه يقولون انت نعطيكم هالفتره فتره احتضان. فاحنا كنا من المشاريع اللي استمرينا معاهم عام كامل ولله الحمد يعني شفنا نتائج وشفنا اشياء ومعطيات كانت جدا رهيبه والحمد لله. ومثل هاي النوع من المبادرات يخلي فيه استمراريه حق العمل فمهم جدا وجودها عندنا هنا في مملكه البحرين حقنا احنا كشباب. نعم ومهم نعم. جدا ان انتم كشباب تكونون موجودين عشان ان انتم يعني تدعمون اكثر هذه البرامج وهذه الطاقات واحنا محتاجينكم دائما ترفعون راس مملكه البحرين. شكرا. فعلا فعلا اكيد جاسم يعني من هذا الكلام ومن هذا المنطلق اليوم لو بنتكلم عن مثل هذه المشاركات اللي قالت عنها ياسمين واللي تقول عنها دلال ايش كثر تفيدكم انتم كفريق اليوم؟ طبعا مشروع بادر وغيره من المشاريع اندلت احنا مشروعنا احنا مو بس حق سنه واحده ولا سنتين، احنا مشروعنا دائم تواصل. احنا مشروع بادر خذال لنا سنتين تقريبا وبعد نواصل فيه سنه ثالثه، بس احنا من سنه 2015 بادين في المشروع اساسا. فاحنا صدق برنامجنا او خلينا نقول مشروعنا قائم على الاستمراريه. فوصلت في مشاريع مثلا شهر واحد وتنتهي صح. تكون صدق مفيده. بس احنا الفائده اكثر منه احنا طموحنا استمراريه، يعني احنا مو بس مشروع بادر مشروع جوائز معينه بس فقط. احنا مشاريعنا دائما متواصله ودائما فيها ابداعيه، يعني احنا من خلينا نقول من فريقنا يوم اجتاحت جائحه كورونا صارت جائحه كورونا قمنا بدلنا خلينا نقول اشياء بعض الاشياء اللي فينا وصار عندنا فحص كورونا وهي ما كان شيء موجود من قبل صح. فاحنا نتبدل مع التغييرات الموجوده وبالعكس اي شيء تحتاجه مملكه البحرين احنا بنكون سباقين لها وبنكون جاهزين لها ان شاء الله باذن الله. نعم يعني احنا اكيد راح نستكمل معاكم هذا الحديث ولكن مشاهدينا يعني مثل ما نعرف ان هم عندهم فريق متكامل ومتدرب للاسعافات الاوليه، خلونا نتعرف عليهم في هذا التقرير وراجعين. اليوم انا سعيد ان بنشارك في البرنامج التدريبي اللي هو المعسكر التدريبي الاول في سلطنه عمان من تنظيم فريق اكاديميه المسعفين وبالشراكه مع عده جهات حكوميه وجهات خاصه بحيث ان البرنامج يتنوع بعده فقرات يكون فيها تدريبيه ومعرفه واكتساب خبرات من سلطنه عمان ونقل خبراتنا الى هناك تعرف على جميع البرامج اللي راح يقدمونها هناك. وخذينا طبعا مجموعه بسيطه من الشباب والشابات بحيث ان بعد يكتسبون الخبرات والمهارات يطورون من نفسهم هناك. انا سعيده جدا اني راح اكون امثل البحرين في سلطنه عمان واجرب مهارات جديده مع اكاديميه المسعفين وانقلها للبحرين. طبعا ان شاء الله راح يكون لنا تجربه قادمه في سلطنه عمان وبالتحديد في منطقه راس الحد لتدريب الاهالي موجودين عندنا في المنطقة، راح إن شاء الله ندربهم على الإسعافات الأولية ونشاركهم في بعض الأنشطة والبرامج اللي راح تكون موجودة هناك، من ضمنها اللي راح تكون تابعة لهيئة البيئة العمانية، راح نشارك في إنقاذ السلاحف وفي حتى عندنا بعد فعاليات وأنشطة تخص هذا الموضوع. عودة لكم مشاهدينا من جديد، يعني جاسم سمعنا هذا التقرير وشفنا كل الأشخاص الموجودين أو المدربين يتكلمون عن عمان. أنا أتوقع في سفرة حين. نعم. متى بتكون؟ شنو قصتها؟ شنو سالفتها؟ هو السفرة حق سلطنة عمان إن شاء الله بإذن الله راح نكون بكرة مسافرين. إحنا 15 شخص من الفريق وطبعاً هاي السفرة صارت سريعة مفاجأة حق الكل وبالعكس إحنا اختاريناها بوقت قياسي لأن هاي الوقت المناسب حق البرنامج اللي بنروح له. إحنا بنروح حق برنامج اسمه تيرتل كوماندوز تابع حق سلطنة تابع حق هيئة البيئة في سلطنة عمان. هو المشروع أو البرنامج مالهم قائم على فكرة إنقاذ السلاحف البحرية والسلاحف البيئية الموجودة في سلطنة عمان. إحنا بنركز على مو بس على البرنامج هذا على البيئة المختلف البيئي الموجودة في سلطنة عمان. طبعاً تم اختيار 15 عضو للسفر هناك وكيفية اختيار هالأعضاء كانت وايد صعبة لأن مثل ما قلنا لك عندنا 180 عضو من 180 صح. عضو صعب اختيار 15 عضو فقط. فاخترينا المميزين من هال 180 ومن هال 180 المميزين بعد كان صعب. فشنو سوينا؟ حطينا هالأسامي ذي على أوراق حطيناهم داخل فازة وخلطنا وخذينا منهم 15 شخص.
في منهم طبعا طلبة جامعيين، في بعضهم المدارس، كلمنا كل واحد طلع اسمه للأمانة، الاعتذار منهم سواء كان ظروف جدولة أو كان متوفر حق السفر. اختار ردينا اختارينا نفس القرعة مرة ثانية واختارينا منهم البقية. هذه أفكار ياسمين. أنا أحس إن أفكار سوالف. والابتسامة اللي على وجهها تبين يعني مفضوحة. فطبعاً إحنا واثقين إن هال15 شخص اللي اختاريناهم هو خير من مثل مملكة البحرين. أكيد. وإن شاء الله راح يكون برنامج جداً ممتع. إحنا نرتب مع السفارة البحرينية في عمان ورتب مع السفارة العمانية في البحرين عشان كم تجهيزات تكون مميزة. وراح ايضا نحتفل بالعيد الوطني باليوم الوطني البحريني في سلطنة عمان، واحتفلوا ويانا ان شاء الله. راح تكون صدق مفاجأة كل هالسفرة ذي، كلها مفاجآت، كلها برامج حلوة. واحنا من هالمنبر من مملكة البحرين، من برنامج تلفزيون البحرين، نشكر كل اللي بيشاركون ويانا، ونوعد الاعضاء الثانيين راح نرتب سفرات ثانية، راح نرتب برامج ثانية نحتفل فيها، او خلينا نقول نختار ناس اكثر فيهم، وان شاء الله نحجز طياره كامله عشان نسافر فيها نمثل مملكه البحرين. طياره لحظه، طياره كامله وعندكم فريق كامل وبتجهزون تحتاج على مين ويانا؟ عاد لا سبكتيني سبكتيني عرفت لي. لا لا ان شاء الله نكون وياكم على طول، واحنا داعمين لكم قلبا وقالبا. اليوم وجودكم على يعني على شاشة تلفزيون البحرين حلو ان احنا نبرز الطاقات البحرينية الشبابية، لكن دائما احنا نقول الاعمال او المبادرات الناجحة دائما وراها جنود مجهولين. صح فعلا. طبعا احنا مبادرتنا دائما انا اقول اليوم احنا ليش مستمرين من 2015 الى اليوم، اكيد هاي توفيق من رب العالمين، ثم وجود الاعضاء الرهيبين اللي موجودين معانا اللي كلهم قاعدين يسعون ان يقدمون الافضل حق مملكتنا الغاليه البحرين. والدليل ان احنا دائما لما نطلبهم ان شاء الله الساعه 1 الفجر نقول لهم الساعه 5 الفجر يكونوا موجودين في الجهه الفلانيه او في المكان الفلاني حق امور اسعافات اوليه يكونون موجودين. ثم الداعمين اللي قاعدين يدعمونا، سفرتنا هذه اللي بنروح ان شاء الله باكر يعني عندنا يمكن 10 جهات قاعده تساهم، وهي ساهمت ان احنا نسافر الى صنطله عمان، وكانوا من الناس اللي تخيلوا انا اتصلت لهم يعني سلام عليكم نبي بس تكونون معانا، قالوا لي تم احنا واثقين فيكم، احنا قاعدين نشوف استمراريتكم من 2015 والى الان احنا معاكم فاحنا وياكم. يعني من هاي المنصه ابي اشكرهم كلهم، ابي اشكر الطيران العماني على دعمهم الكبير في سلطنه في مملكه البحرين، يعني ما شاء الله عليهم من اول اتصال رحبوا بالموضوع. ابي اشكر شركه فينمار كوميونيكيشن، ابي اشكر مطعم ليالي فلسطين اللي واثقين كانوا فينا وفي قدراتنا، وايضا يعني من البدايه قالوا دان احنا معاكم. ابي اشكر العلامه التجاريه جمامي، مركز سمارت كير الطبي، ابي اشكر صالون بيو للتجميل، عندنا ايضا نبي نشكر قهوه 360 نعم. حلوى السعيد، واخيرا دايركت سبورت ومحلات السرور. شكرا لهم كلهم، وفعلا يعني هاي السفره اللي باكر ان شاء الله بنلتقي فيها، انتم شركائنا اليوم في النجاح، الاعضاء جميع اعضاء اكاديميه المسعفين انتم شركائنا اليوم في النجاح، والله يا رب ان شاء الله يكتب لنا النجاح في هاي السفره ونرجع بالاهداف اللي احنا نبيها باذنه تعالى، رافعين راس مملكتنا الغاليه البحرين دائما. اكيد بكل تاكيد. ياسمين طبعا احنا فخورين بوجودك اليوم معانا، وجاسم يعطيك الف عافيه على وجودك، نتمنى لكم كل التوفيق في السفره وفي الحفله اللي بتروحون لها بعد شوي. انا اتمنى لكم كل التوفيق واتمنى لكم المركز الاول، وباذن الله بتفوزون بالمركز الاول. هذه رهانه اقولها عبر شاشه تلفزيون البحرين، يعطيكم الف عافيه، نورتونا شرفتونا. تسلمون. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا، مثل ما عودناكم كل يوم ثلاثة في فقرة لقمة زايدة نقدم لكم أفكار تكون سهلة وسريعة عشان تستفيدون من بقايا الطعام. نعم بكل تأكيد عبدالله، أحلى شيء البقايا الطعام ترى ساعات تكون مفيدة. واليوم في فقرتنا مشاهدينا تعلمنا من الشيف زهراء القبيسي شلون نقدر نستفيد من الجرانولا قبل لا تنتهي صلاحيتها. خلونا نشوف مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. اليوم عندنا الجرانولا المجففة، بنحاول نعيد تدويرها قبل ما تنتهي صلاحيتها بطريقة لذيذة ولطيفة وتنحفظ في الثلاجة أطول وقت ممكن.
وبكذي وصفة ألواح الجرانولا صارت جاهزة وبين يديكم. جربوها وعلينا وعليكم بألف عافية. مشاهدينا، التسول العاطفي أو الاستعطاف كما نطلق عليه يلجأ البعض إلى هذه التصرفات، والهدف منها الوصول لبعض المصالح الشخصية أو حتى أنه هو يكسب أو يكتسب مشاعر الآخرين. مو حلو يا عبد الله لما إحنا نتسول بشكل عاطفي؟ نعم، المشاعر أن صح. إحنا نستعطف الآخرين صح. يقولون يعني الاهتمام والمشاعر الحلوة والحب، اي مشاعر انت تبيها طبعا ما تطلبها، ما يصير تطلبها. انا يعني احس انه في اشياء هي فعلا حتى لو كانت مطلب هي لا تطلب ابدا، يعني خصوصا المشاعر. يمكن يا سلام عليك، اي صار الحين بقول الحكم بعد. المشاعر ابدا ما يصير نطلبها، وحتى الاستعطاف انا يمكن اول مره اسمع عن التسول العاطفي. يعني احس انه هذا شيء ما في ولا انسان ممكن انه هو يحب انه يحط روحه في هذا الموقف. لكن بما ان في اشخاص ممكن انهم يعيشون هذا الشيء، يحبون انهم اشخاص تعطف عليهم، ان اشخاص ممكن يمكن انهم فعلا يمرون بحاله نفسيه او بامور ممكن انهم يعيشونها، او حتى يمكن في اشخاص هم اساسهم يحبون دائما يعيشون دور الضحيه، محور الكون. اي يا انه يكون محور الكون بسبب نقص، يمكن انه هو ما حس انه ما عطوه هذه كل الحب اللي المفروض انه هو يستحقه، او انه هو يحب انه هو يعيش او دور لفت الانتباه. ساعات عبد الله البعض يطلب هذا الشيء عشان انه هو يلفت الانتباه صح. ولكن هذه ممارسات خاطئه. احنا بنقول ان اليوم نحتاج الى لفته توعويه فعلا، بس شو الفائده من هذه الامور؟ يعني فتات المشاعر ما تفيد. لذلك احنا مشاهدين احنا ما بنتكلم عن هذا الموضوع، اتوقع احنا وايد سولفنا عنه. خلينا نشوف الناس، خلينا نشوف رايها شنو يشوفون في هذا الموضوع. مع نبض الشارع مع الزميل علي الحداد، نتابع. خلينا نشوف نبض الشارع وراي الناس في هاي الموضوع. عودي، بعض الأشخاص يستخدموا مشاكلهم لاستعطاف الآخرين، استجداء المشاعر، ما هي رسالتك لهؤلاء الأشخاص؟ يعني بدك هي دائما أفضل إشي تكون صادق مع حالك ومع المجتمع اللي حواليك ومع الناس اللي حواليك. أتوقع أن هاي الناس لازم ترجع عن هذا الموضوع. أول شيء لازم تكون عندها ثقة بنفسها، حل المشاكل مش عن طريق الاستعطاف، عن طريق المبررات السليمة، مش المبررات اللي بتبين إنه الإنسان ضعيف شخصية. والله صراحة رأيي الشخصي في هذا الشيء ما يجوز أبداً. كل إنسان له أموره وله مشاكله، ما يصير أن هذه الأمور وهذه المشاكل الشخصية اللي عنده أنها تأثر على الثانية. أحس إنه فيهم نقص، يعني يبغون اهتمام زيادة أو يبغون شيء، فالأولى إنه يشوفون وش محتاجين لا يستعطفون الناس. والله هو يطلع على وجه الله بس، ما لي دعوة، ما تعرفش هو في نيته، ممكن بيكلم جد، ممكن بينصب عليك، بس انت بتطلعها لمين؟ لوجه الله. انا رسالتي هي او شيء مشاكل شيء بتخصني انا، ومش مستعد احكي هذا الكلام لحدا ثاني حتى يكون انا ضعيف قدامه او وينك حن علي بشيء شيء يخصني انا. بهذا الموضوع بخليه سكرت بيني وبين نفسي. انا اقول لان الدنيا دواره، يعني اللي بتحتاج فيه انت شيء اليوم بكره ممكن صدق تصير لك مشكله تحتاجها، يعني ما راح تحصل حد يوقف معك. يعني في الاول والاخير الناس خلاص قرتك، عرفت وضعك. واجهت أشخاص بهالطريقة؟ والله موجودين في كل مكان للأسف، يعني ببيئة العمل تلاقيهم، ممكن في الناس اللي حولك، بس يعني أنت مع الوقت خلاص تعرف. يعني رسالتي لهذول الأشخاص إنه يكون في عندهم يعني نوع من الذكاء العاطفي، وما إنهم دائما يكونوا في موقع أو يعني للمايند سيت الضحية، لأنه يعني بالأخير كل حدا عنده مشاكل في الحياة، وما حدا يعني كامل المواصفات وحياته كاملة. شيء بيضر الشخص، يعني بيضر نفسك، لأن الناس بتصير ما تشوفك بنفس الطريقة اللي يعني بتطيح من قيمتك. المفروض الإنسان قيمته هي الأولى، ثانيا أنه يكون كرامتي ما تسمح لي أني استعطف يعني استجدي بالناس الا في حالات محدده، مثلا اهلي ممكن استعطفهم لانه بيننا صلات قرابه وصلات دم،
غير كذا أنا ما أحب إني أستعطف الناس، لأنه بأول وبالأخير صورتي أهم لي من كل شيء. مشاهدينا، ضمن إحياء احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. تحرص مدارس المملكة ومؤسساتها الخاصة والعامة على التواجد والمشاركة في هذه الاحتفالات تعزيزاً للقيم الوطنية لدى الطلبة ضمن مشاركات متميزة ومشاريع متفردة تعكس الإنجازات الحضارية للوطن. فعلاً اليوم احنا مشاهدينا بنتكلم عن هذه المشاريع، أكيد لهم بصمة وحضور متميز ومتفرد ضمن موسم أعياد البحرين. نشوف الكثير من الفعاليات سواء داخل المدارس وأيضاً خارجها. طبعاً من فينا ما زار القرية التراثية في عراد اللي تأخذ زوارها لأجواء من الماضي بما تحتويه من زوايا وتفاصيل طبق الأصل وتعكس التراث البحريني الأصيل والهوية الوطنية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستديو الأستاذ علي المطوع مؤسس قرية عراد التراثية. صباح الخير ويا أهلا ويا مرحبا فيك. صباح الورد. حياكم الله يا أهلا. يا أهلا فيك أستاذ علي. يعني قاعدين نشوف اهتمام كبير تقدمه وزارة التربية والتعليم في تعزيز الجانب الإبداعي لجميع الطلبة بجميع المراحل الدراسية. اليوم لو بنتكلم عن القرية وعن مدى أهمية إشراك الطلبة في أنهم يشوفون هذه الفعاليات وهذه المهرجانات المقامة في مملكة البحرين. طبعا بالنسبة لنا احنا القرية التراثية في عراد يعني نعتز ونفتخر ان احنا قاعدين ندرب الابناء والطلبه على هذه الحرف اليدويه ونعلمهم هاي الحرف ونمكنهم ونغرس فيهم حب تراث الاباء والاجداد. نعم. وهذا واجبنا، احنا لازم نسلم هاي الامانه. ويعني اليوم الشباب والطلبه في القريه التراثيه قاعدين يشاركون في المهرجانات المقامه في مدارس البحرين في الروضات. القرية التراثية نفسها يعني مع أن نقول يعني مشروع توا يعني صغير، لكن الحمد لله يعني في قبول كبير جدا من الروضات من المدارس الخاصة زيارات حتى إلى القرية التراثية في الفترة الصباحية. نعم. يعني اليوم نبي نقول إيش كثر هذه الاحتفالات وهذه الترتيبات ممكن تعزز الجانب الإبداعي عند الطلبة. يعني إحنا لما نحب أن نوجد جيل مبدع في الحرف اليدوية لابد أن نحرص على أن نعلم الأبناء في هذا العمر الصغير في المرحلة الابتدائية في المرحلة الإعدادية، علشان إذا كبر يكون تمكن من الحرفة كامل، بعدين تصير عنده جوانب إبداع، بل هو يزيد صحيح ويحاول يسوي أشكال جديدة، يحاول يبتكر، يحاول يسوي أفكار، يحاول يسوي مشاريع جديدة. فيعني نغرس في النشء ونغرس في الأبناء والطلبة هذا الحب وهذا العشق، وندربهم ونحببهم إلى التراث، نوفر إليهم المواد الخام المطلوبة، زين، من خوص، من ليف النخيل، من طين، من أشياء، علشان يعني يشتغلون في هذه الحرف. ومن ثم احنا بعد يعني اللي يعني من الطلبة يعني ينتج ممكن ان الانتاج ماله يعرضه عندنا في القرية التراثية، واي يعني بيع لهذه المنتجات تعود عليهم 100%. هذه علشان نعزز هذه الجوانب وعشان الابناء والطلبة يندمجون اكثر مع هذا المشروع ويحبونه اكثر ويحسون ان فيه بعد يعني اضافة للمردود المعنوي واعجاب الناس، وخصوصا لما نشارك يشوفون يعني اطفال صغار في الاعدادي في الثانوي في الابتدائي هم متعودين ان يشوفون حرفي مثلا يسوي صح. مدة او فخار يعني رجال عود يعني شايب صح. فلما يشوفون الاصغار يعني يستانسون يقولون صراحة زين ان انتم تمكنون هذين الشباب وهؤلاء الصبية علشان أن يمسكون بالتراث ويبدعون فيه ويتركون لمساتهم الخاصة. وايد جميل نحن ننقل موروثنا الشعبي وتراثنا وتاريخنا للشباب للصغار للفئة العمرية اللي موجودة في المدرسة. اليوم يعني من خلال كلامك أنا استشفيت أن عندكم الكثير من الأمور، الكثير من الحرف اللي تسعون إلى نقلها. يمكن
شنو أكثر حرفة تحرصون عليها حرص شديد إن هي تنتقل لهذه الطلبة؟ مو شرط حرفة، يعني ممكن أكيد أكثر من حرفة. نعم، إحنا حرصنا في المشروع المدرسي عبر مشروع الثقافة الشعبية والحفاظ على التراث، وكذلك عندي في القرية التراثية، على أن إحنا نحافظ على الحرف اليدوية البحرينية الأصيلة القديمة اللي اليوم قاعدة تندثر، اللي اليوم مع الأسف يعني من راحوا كبار السن خلاص صارت هاي الحرف ما حد يحرص عليها. يعني لما يجي سائح أو يجي أحد يسأل وين صناعة المادة، أو وين صناعة حبال من اللي في النخيل، أو وين صناعة الغزل، شباك الصيد، الديين، يقولوا لا ما ميش. فهذه الحرف اللي اليوم قاعدة تندثر وما لها وجود، إحنا سلطنا الضوء عليها، مثل المادة، مثل الحبال من اللي في النخيل، مثل القفاص، مثل النسيج، مثل القراقير، كله اليوم شباب، ويعني من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية والجامعة قاعدين يتواصلون ويزورون المكان، ونقدم لهم كل الدعم والمساندة علشان أنهم يكتسبون هذه الحرف ويعرفون أسرارها. نعم، يعني اليوم أستاذ إحنا دائما نعتز بعروبتنا، يعني كبرنا ترعرعنا على هذه الاعتزاز، على هذه المحبة، وعلى هذه الوطنية. اليوم شنو هي جهودكم المبذولة مع الطلاب عشان أنتم تقوون فيهم هذه الشخصية وهذه الصفة؟ طبعا يعني صراحة في هذه الأيام، وخصوصا احنا نعيش أجواء العيد الوطني وأجواء جميلة بالتزامن مع اعتدال الجو، و يعني الناس تطلع وخلاص الطلبة شوية من ضغط الامتحانات، ويعني شوية يروحون إلى اللهوة، يعني الامتحانات النهائية. نعم. زين، فهذه الأجواء تتوجه الناس وتتوجه الطلاب ويتوجه الكل، حتى السواح اللي موجودين في البحرين أو المقيمين يتوجهون إلى مثل هذه البرامج، البرامج التراثية اللي تعكس أصالة الإنسان البحريني، صح، عروبة الإنسان البحريني بدون شعور. الناس تدور وين في مهرجان، وين القرية التراثية عسكر، وين القرية التراثية عراد، وين في عرضة، صح، وين في ليوة، وين صحيح، في كذي، صحيح، يعبرون عن مشاعرهم، ويعني هذا الشعور نقول يعني يعيشه كل مواطن، صح، وكل مقيم وكل عربي موجود في البحرين. ولذلك إحنا يعني نحرص أن يعني نحافظ على هذا الموروث الشعبي، هو يدل على الأصالة، يدل على العراقة، صحيح، يدل على تاريخ متجذر، يدل على إبداع الإنسان البحريني وتكيفه مع البيئة منذ القدم. نعم صحيح. نعم صحيح. أستاذ علي، يمكن أحيانا اللي يسمع كلامك بيقول أستاذ علي قاعد يبالغ في وصفه للقرية من كثر ما أنه هو فعلا يحبها، لكن إحنا اليوم عندنا خير برهان، لذلك إحنا اليوم جهزنا هذا التقرير مع أشخاص زاروا القرية، نبي نسمع رأيهم في هذا التقرير. مشاهدينا نتابع. أكثر مكان عندك هذا المكان اللي هو لصنع القراقير. المكان يختص حق كل أنواع من القراقير. عندك هذا القرقول اللي صاير شو اسمه طويل، بس لكن تقدر تقول حق ديزاين بيوت، اللي حابين يسوون بيوت قديمة أو مطاعم قديمة يقدرون مثلا يجون هي ويشترون الأغراض من هذا المكان لصنع القراقير. وعندك بعد الأمثلة الثانية، مثلا محل السف، سف القوس، يقدرون يشترون الأشياء الصغار عشان يحطون داخلهم الأكل، أو هالأشياء حق البيت، مثلا التمر حق المطاعم، مثلا السوب يحطون داخلها غبارة، وتصير كشكل حلو إنه يعطي الكلتشر القديم حق البحرين. أنا أحب أزورها، وايد وايد أحبها في المناسبات، في العيد الوطني، في القرقيعان، إذا قاعدين ما عندنا شيء متجمعنا مع أخواني ونهني نقعد. أنا يعجبني الحرف اليدوية اللي يسمونها، يعني اليهال يتجمعون ويتعلمون. أحب أشوف اليهال إنه ينمون قدراتهم وينمون المجتمع، إنه يتعلمون، إنه بدأوا إنه يحبون هاي الشغلة من بدل ما يقعدوا على بلاي ستيشن مثلاً، إنه ينمون مهاراتهم هني، في نفس الوقت يضيعون وقت بشيء يستفيدون منه.
مشاهدينا رجعنا لكم من جديد مع ضيفنا الأستاذ علي. أستاذ يعني اليوم شفنا هذا التقرير، إيش رأيك؟ إيش رأيك في حفاوة الناس، في محبة الناس، في اعتزازهم، في حضورهم، في عنوتهم للمشاركة في هذه الفعالية؟ طبعا هذا يدل على أصالة الإنسان البحريني وحبه للتراث وحبه لعاداته وتقاليده. فلما يشوف مثل هاي المشاريع ويشوف مثل هذه الأعمال ويشوف مثل هذا الشكل والطراز المعماري القديم إن كان كبير أو صغير، هو يعني له الكثير معنويا، يعيش في أجواءه. طبعا احنا حرصنا بعد في القرية التراثية ان احنا يعني نكون الدياي موجودين، ارانب موجودين، والناس قاعدة تتمشى لطالع ارنب دياي الباط، فالناس تعيش يعني نقول تندمج، ويعني لما يدخل مع الأجواء مع الطبخات الشعبية خصوصا ايام العيد الوطني واحتفالياتنا بالعيد الوطني، موجود الطبخات الشعبية، موجود الحلوى، موجود اللسة والخبز رقاق، الكباب، البنات اللي يلونون البهجة والفرح في نفوس الأطفال. صح. فيعني كل هذا يعني يعيش الزائر في الأجواء القديمة، ينقلهم إلى تاريخ قديم، يعني أكثر من 70-80 سنة لما كانت البحرين بهذا الشكل. نعم صحيح. إحنا يعني الكلام اللي قاعد تقوله أنا قاعدة أسترجع طفولتي، أنا أتذكر يوم كنا صغار في بيت جدتي وشنو كنا نسوي، كان في أرانب وكان في كتاكيت. صح. كنا نحب الكتاكيت والأكل البحريني. يعني إحنا اليوم يمكن شوي العولمة دخلت علينا، فصارت يعني صرنا شوي على مودرن، ولكن ما زالت في بيوت بحرينية، أحياء بحرينية ما زالت تقدم وتعيش هذا الزمن إلى يومنا هذا. نعم بالضبط، يعني ما زالت هذه العادات والتقاليد ما زالت، خصوصا ترى إحنا في المجتمع البحريني، يعني خصوصا هالأيام يزورونا ناس من الكويت، من السعودية، من دول الخليج، يجون يشوفون الشغل هذا، يقولون يعني صراحة أنتم أهل البحرين من أكثر دول الخليج حفاظاً وحباً في التراث. نعم. ولذلك قاعدين تعلمون أبنائكم الصغار وتكسبونهم هذه المعارف، لما يشوفون في الولد في الصف الثاني قاعد يفتلح باله، يفتلح بطريقة صح يعني 100% لأنه حاب الشغل، فيقولون يعني هاي واضح أن أنتم في عندكم تعلق بالتراث، بالأصالة، بالعادات، بالتقاليد. فمو غريب لما يعني نشوف ان الناس دائما تحن الى الماضي، تحن الى الطبخات الشعبيه، الى المضروبه، الى الهريسه، الى هذه الطبخات، الى العصيده خصوصا في هذا الجو الحلو. فيعني اكيد ما زال موجود هذا الارتباط النفسي والوجداني عند الانسان البحريني. نعم صحيح. استاذ علي يعني بشكل سريع قبل ان نختم، ابي اعرف شنو الفعاليات الموجوده واوقات، طبعا الاوقات المسموح لنا للزوار انهم يزورون هذه القريه. طبعا احنا اقمنا مهرجان الى العيد الوطني ابتداء من تاريخ 9 ديسمبر ويستمر ان شاء الله الى 19 ديسمبر. نعم. ويوميا متواجدين من الساعة 4 العصر الى 9 الليل، واذا في بعد زوار نواصل يعني حتى لعشر او عقب العشر ما في مشكلة. الفترة الصباحية نخليها حق حجوزات المدارس. نعم. الروضات، العوائل، الناس اللي حابة برايفت تاخذ المكان لمدة ساعة، التنسيق ممكن نفتح المكان إليهم ونجهزه، ويكون في شباب يشتغلون ويسوون لهم جو حلو ويعيشون أجواء من الماضي والتراث. نعم. هذه طبعا من نظرتنا احنا كبحرينيين معجبين بهذا الجهود، فما بالك يعني السياحة البحرينية. نعم. طبعا اكيد يعني محط انظار البحرين، صار محط انظار العالم في كله. هذه الفترة. نعم. صحيح. أكيد. كل الجهود يعني المبذولة في هذا المجال مشكورين عليها جدا استاذ علي. الله يحفظكم وشكرا على هالاستضافة، ويعني ان شاء الله نأمل في المستقبل مزيد مثل هذه المشاريع التي تعزز التراث والثقافة والعادات والتقاليد وتزرع حب الوطن والولاء والانتماء إلى الوطن. وكل عام ومملكتنا الغالية بألف خير. آمين يا رب. شكرا. على وجودك. مشاهدينا، تحت رعاية سعادة صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المعظم للشباب والرياضة،
أقامت محافظة المحرق مهرجان شعبي بمنتزه وقلعة عراد. نعم، وبحضور سعادة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، وسعادة سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق. مشاهدينا، مزيد من التفاصيل في التقرير التالي، نتابع. كلمات كافية، كلمات كثيرة، لأن الله يسلمك إحنا في البحرين يعني احتفالاتنا تختلف كلها من القلب. بداية يشرفني أني أرفع إلى مقام سيدي جلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني والتبركات، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان رئيس ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى الشعب الطيب الكريم شعب البحرين. هذه الاحتفالات وهذه الحقيقة الفرحة الكبيرة اللي نعيشها هالأيام، الله يعودها علينا، والله يجعل يعني يجعل البحرين إن شاء الله دوم فيه أفراح وأمان وعز. بدوري لابد أن أتقدم وكذلك الأهالي بهالمناسبة العظيمة ذي، أن أرفع إلى مقام سيدي جلالة الملك المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد وإلى الشعب العظيم شعب البحرين وإلى أهلنا في محافظة المحرق يعني التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وكل مناسبة على وطننا العزيز باليمن والبركات. الأغاني الوطنية حلوة أكيد، إحنا على الهواء قبل شوي قاعدين نتكلم، دلال قالت غني، قاعد أقولها غني على الهواء، هي تقول لي عندك، قاعد أقولها كلش أنا ما أصلح للغناء إلا يعني الأغاني الوطنية تطلع من القلب، بس صوتي نشاز يعني إلا إذا بتغنين على الهواء. ماري مخرجنا يام دلال تغني مخرجنا مبراضي ما تبين تغنين لا مشاهدينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ننتظركم بكرة في نفس الموعد، مع السلامة، في حفظ الله ورعايته.